شاركت مئات الكلاب وأصحابها في سباقات عدو المسافات تتراوح بين كيلومتر ونصف وثلاثة وخمسة كيلومترات في العاصمة الفلبينية مانيلا. استطاع البعض إنهاء السباق في أقل من 20 دقيقة، بينما أكمل الباقون السباق سيرا مع كلابهم أو اضطروا لحمل حيواناتهم حتى خط النهاية. يحصل المشاركون فيه على هدايا تذكارية وصور عند خط النهاية. قال لك